انت ما عندكش فكره عن قوه الانسان اللامحدوده اللي ادهن الله سبحانه وتعالى. اهدافك ايه اللي عملته فيها؟ حققتها؟ عملت فيها ولا 1%؟ اتحرك، اصل ده قال لي وده قال لي وده قال لي. خليهم على جنب، اسمع من هنا وطلع من هنا، بره تسمع. الله سبحانه وتعالى بيقول لك لما يقفل لك باب يفتح لك باب اكبر منه. ما تخافش، الرزق توزع والعمر توزع. خايف ليه؟ عشان كده لما تبقى عبد الربانيين ومشيت من هنا فتحت الجرايد، دور. لما حد يدور على شغل دور 24 ساعة، انت عارف هو ده الالتزام. ترجع تاني وتخلص، ترجع تاني لغاية ما تشتغل. ادي القوة. عجبني جدا اللي قاله وينستون تشرشل في وقت من الاوقات، قال لك القوة الذاتية الانسان يعدي من فشل لفشل من غير ما يفقد حماسه. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم، قناة هيلبي مي تو وين، ومع فيديو جديد. طبعا هنتكلم اليوم عن منصة مهمة جدا، وهي منصة لينك اي دي اي ان. زي ما انتم شايفين كده قدامكم، منصة لينك دي اي ان، تمام، ليرنينج افيليت بروجرام. ده هنتكلم عنه. هتقولي المنصة دي ده منصة عالمية؟ هقول لك اه منصة عالمية، وبالتالي ما يعني مفيش اي احتمالية للنصب او الاحتيال. طبعا منصة عالمية والعالم كله شغال على هذه المنصة، ومنصة بتقدم حاجة جديدة، والحاجة الجديدة اللي هي بتقدمها بتقدم كورسات اونلاين زي موقع يودمي كده بالظبط، زي مواقع اللي بتكسب من الكورسات الاونلاين دي. حاجة جديدة معمولة في موقع لينك اي دي اي ان. طبعا منصة عالمية تاني، واؤكد على هذا الكلام. لو جينا نبص كده على حاجة، لو الناس اللي هم شغالين على الماتلاب، في حاجة بنسميها ليرنينج ماتلاب، في حاجة اسمها فانكشن ان ديبس، طبعا الدوال الموجودة في الاكسس والاكسل والحاجات دي كلها، والاكسل والحاجات دي. وطبعا لو جينا تصفحنا الحاجات دي كلها هتلاقي جميع التخصصات في البروجرامنج فاونديشن والديف او فاونديشن، وحاجات كتيرة جدا، والذكاء الصناعي وحاجة بيسموها البايثون، وفي حاجة اسمها كرييتنج ا بيزك داشبورد. طبعا ازاي تعمل كرييتنج داشبورد، الحاجات دي كلها. كذلك الماتلاب، يعني ده البوبلر كورس، وفي كورسات تانية بتكون موجودة على منصة لينك اي دي اي ان. طيب هنكسب ازاي؟ طبعا انت هتسوق لهذه الكورسات، اي واحد هيجي من التسويق بتاعك وهيعمل تسجيل عادي بالايميل بتاعه، تمام، هتكسب حوالي 10 دولار. ولو دخل على احد الكورسات من الموجوده دي زي مثلا الماتلاب، ودفع على سبيل المثال دفع 100 دولار في كورس الماتلاب، طبعا انت هيجي لك 35 دولار، 35% من اللي هيدفعه، يعني انت ليك التلت، تمام. ده بالنسبه للعمل على هذه المنصه. طيب علشان نقدم في هذه المنصه، طبعا بتجه الى اللينك هسيبهولك في صندوق الوصف. اللينك ده هيحولك على طبعا الافيليت بروجرام، وده اللي انت هتقدم من خلاله. وزي ما انت شايف ان هو هيديك 10 دولار كوميشن. بص قدامك اهو، ده البروجرام بتاعهم هيديك 10 دولار كوميشن في الفري ترايل ساين اب. يعني واحد عمل طبعا فري ساين اب بالايميل بس كده، انت جبت وعمل الكلام ده هتاخد حوالي 10 دولار، تمام، وهتاخد 35% لو عمل ايداع طبعا في هذه المنصه، و30 يوم تراكن كويس. يعني لو دخل، وطبعا معنى 30 يوم تراكن كويس دي معناه ان هو لو دخل وعملش ساين اب اصلا العادي، وبعد 28 يوم قام داخل تاني بنفس اللينك بتاعك وعمل ساين اب، تمام، يبقى انت كده خلاص هو اتحسب لك انت. ولو دخل على طول على جوجل حتى مش باللينك بتاعك، هو كده كده اتسجل من خلال الكوكايز ان هو جاي من ناحيتك انت، من اللينك بتاعك انت. حتى لو مسجلش قدامك 30 يوم ممكن يسجل في اي يوم، وهيجي لك الكوميشن اللي هو ال 10 دولار. طبعا ده برجام الافليت الخاص بيهم، وده منصة عالمية زي ما قلتكم كده. وبالضغط على طبعا هنا learning affiliate program، اضغط على كلمة learning affiliate program، طبعا تبتدي ان هو تشوف الحاجة الموجودة هنا. طبعا شوية تعليمات كده ممكن تقرأها والحاجات دي كلها، يعني الدنيا بتكون بسيطة. طبعا لو بعد كده اتجهنا الى الافليت بروجرام، طبعا احنا ضغطنا على كلمة الافليت، هنستنى شوية ما تحمل الصفحة. هيطلب منك الانفورميشن بتاعتك، اللانجوج، اللغة بتاعتك، والشركة اسمها ايه، الويب سايت، حط الفيسبوك بتاعك، عندك قناة على اليوتيوب حطها، طبعا اللوكيشن، المكان بتاعك، طبعا عايز فلوسك اللي انت هتاخدها بالدولار، ولا هتاخدها بالجنيه المصري، ولا هتاخدها باي عملة انت عايزها، والتايم زون والادرس والكود بتاعك والفون نمبر.
الحاجات دي كلها، والدول العالم كلها مدعومة يا جماعة، هتسجل الحاجات دي كلها وتستنى الموافقة الخاصة بالبرجام الإحالة من خلال 5 استباب، في معلومات إضافية هتدخلها، في معلومات شخصية هتدخلها. طبعا لو انت من داخل الولايات المتحده الامريكيه هيبقى في تاكسز، هيبقى في ضرائب موجوده. لو انت من خارج الولايات المتحده الامريكيه مفيش هتبقى منك. بعد كده بتعمل ريفيو وبتستنى القبول، وبعد كده بتاخد اللينك الاحاله بتاعك وبتدي اللي تسوقه على الفيسبوك، تمام، او على الانستجرام او على التويتر، الحساب بتاعك وسط زمايلك، هات ناس تسجل مفيش مشكله. خد اي كورس من دول زي الماتلاب، زي البروجرامنج، او بي ال سي، او خد اي حاجه تعجبك من دول واعمل لها تسويق، هيجي لك ناس كويسه جدا، نيتش بيكون مهم جدا. طيب واحد يقول لي طب انا ما عنديش يعني كده، يعني انا ما عنديش مثلا فيسبوك عليه مثلا مهندسين او محاسبين او اي حاجه من الحاجات دي كلها، اعمل ايه؟ اتتجه الى موقع الاسبوع او الجاكس بمنتهى السهوله والبساطه. طبعا درجات الموقع، طبعا فلوسك الموجوده في الموقع اللي هي الارند اللي انت كسبتها في موقع طبعا الاسبوع او الجاكس، وبتيجي هنا من فوق وتضغط على كلمه الباير بدل من الفريلانسر، هتبتدي يحول حسابك على الباير، وبعد كده هتقول بوست اجوب، تمام، وهتعمل وظيفة بتسجيل ساين اب عادي. الواحد بس هتخليه بستة سنت او بسبعة سنت، او ممكن تخليه بخمس سنت مسموح لان ده ساين اب عادي، وممكن الفلوس بتاعتك اللي موجودة على موقع الاسبوع اوت جيكس بدل ما تسحبها انت ممكن تحول ال10 دولار، ممكن تحولهم الى يعني 300 دولار. هتقوم عامل بوست بسيط جدا، سجل ساين اب وفعل ايميلك وبعت لي الاثبات بتاعك يا باشا، تمام، وعلى كل واحد هتاخد حوالي 10 دولار هيسجل من خلال ان انت هتعمل خطوات بتكون بسيطة وتعمل وظيفة طبعا او جوب طبعا على منصة الاسبوع اوت جيكس. مش عاجباك الاسبوع اوت جيكس، عندك رابد وركر، عندك كليك وركر، عندك اي منصة تانية ممكن تحصل منها على ناس بتسجل بشكل بيكون جيد وبخمس سنت فقط كفاية، او 5 سنت في هذه المهمة، او بسنت او ب6 سنت، تمام. وانت يا سيدي لو كسبت 300 دولار اعمل ايداع ب50 تاني ويعيد نفس الكلام، يعني استغل المنصة في البداية، ممكن تعمل الاف الدولارات شهريا من خلال هذه الاستراتيجية. انا عن نفسي هبتدي اشتغل في هذه الاستراتيجية، وان شاء الله هتلاقي في فيديوهات قادمة باذن الله باثباتات سحب باذن الله، تمام، بالتوفيق طبعا للجميع، واتمنى تكون الدنيا بتكون واضحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.